क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم قر أعيننا بتأمير المسجد الفابري في مكانه الأصل. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. اللهم نشكو إليك ظلم الظالمين. اللهم نشكو إليك ظلم الظالمين وسطوة الفاجرين. اللهم نشكو إليك ظلم اليهود الظالمين. اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. اللهم أعد المسجد البابري إلى المسلمين. اللهم أعد المسجد البابري إلى المسلمين. اللهم أعد المسجد البابري إلى المسلمين. اللهم قوِّنا لكي نعمر المسجد البابري. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين. اللهم أخرج منه اليهود أذلة صاغرين. اللهم أخرج منه أذلة صاغرين. اللهم أخرج السهاين منه أذلة صاغرين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم قضنا. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من قبضة اليهود. اللهم أنقذ المسجد البابري من قبضة الهنود. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا. क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।